صباحكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي شمس البحرين اللي يطل عليكم يوميا من الأحد لين الخميس، واليوم يوم الأربعاء. فقرات يوم الأربعاء أكيد جميلة ومتنوعة بضيوفنا الجميلين واللي راح يشرفونا في استديو برنامجنا الصباحي شمس البحرين. ونبتدي الفقرة أو البرنامج بفقراتنا، والفقرة الأولى بالنشرة الثقافية. زدنا ونبدأ بالخبر الأول، حيث أصدرت أستاذة السرديات والنقد الأدبي الحديث المشارك بكلية الآداب في جامعة البحرين دكتورة ضياء عبدالله الكعبي 5 كتب ضمن مشروع عيون الشعر العربي الذي ينفذه مركز أبو ظبي للغة العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويمثل هذا الإنجاز شراكة أكاديمية ثقافية بين الجامعة ومركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة، الذي يعنى بدعم اللغة العربية ووضع استراتيجيات تطويرها والنهوض فيها مشاهدينا. أما الخبر الثاني، حيث دعا مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات الباحثين والأكاديميين للانضمام إلى عضوية مكتب الدراسات التي تتيح الوصول إلى مجموعة كبيرة من محتوياتها بما فيها الكتب والأوراق البحثية والتقارير ومواد الوسائط المتعددة، وسيمكنهم من الخوض في موضوعات متنوعة وتوسيع النطاق معارفهم وتعزيز أيضا قدراتهم البحثية. ويعمل فريق متخصص في المكتبة لتقديم إرشادات بحثية واقتراح المراجع اللازمة وتسهيل أيضا الوصول إلى المعلومات. مشاهدينا، اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي بتوزيع الجوائز على الفائزين، وفاز بجائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم وثائقي طويل فيلم حفريات للمخرج الإسباني أليكس فيرد، فيما فاز بجائزة بيرسيكسي لأفضل فيلم وثائقي طويل الفيلم الفلسطيني اللد، وللمخرج رامي يونس وسارة إيما، وذهبت جائزة أفضل مونتير لزكريا جابر عن فيلم قلق في بيروت، فيما نال الفيلم المغربي شظايا السماء للمخرج عدنان بركات جائزة أفضل فيلم عربي وثائقي طويل وفقا لوكالة الأنباء الأردنية. مشاهدينا، فقرتنا الثانية جميلة وإنسانية أيضا. طبعا المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية استطاعت أن توفر الرعاية المالية والنفسية وأيضا الاجتماعية للفئات المستهدفة منذ إنشائها وحتى يومنا هذا، ولا تزال المؤسسة تطور من برامج الدعم عام بعد عام وفق معايير واستراتيجيات ثاقبة نابعة من حرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم والرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، حيث أعلنت المؤسسة عن تدشين برنامج تميز للمنح الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 حرصا من جلالته على توفير البيئة التعليمية الجامعية المناسبة للطلبة المستحقين للمنح الدراسية. خلونا نتابع معكم مشاهدينا هذا التقرير ونرجع لكم من جديد. تواصل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية جهودها في الارتقاء بجودة الرعاية التعليمية المقدمة للمستحقين بما يتوافق مع استراتيجية المؤسسة، والتي تركز على استثمار التعليم وتوفير فرص جديدة أمام الطلبة. الرعاية التعليمية: بلغ عدد المكفولين الإجمالي في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية 11,000 يتيما وأرملة. عدد الطلبة المكفولين المستفيدين من البعثات والمنح الدراسية منذ العام 2004 إلى دفعة العام 2023 بلغ 1279 طالبا وطالبة. عدد الخريجين الذين استفادوا من البعثات والمنح الدراسية 715 طالبا وطالبة. عدد المستفيدين من المقاعد المجانية والمقاعد التعليمية المخفضة من الجامعات الخاصة 378 طالبا وطالبة. عدد الطلبة المستفيدين من المدارس الخاصة من 2007 لغاية 2022
238 مستفيد. الطلبة المستفيدين من رياض الأطفال 189 طالبا وطالبة منذ العام 2011 إلى العام 2022. عدد الطلبة المتفوقين الحاصلين على نسبة 95% فما فوق في تكريم الطلبة المتفوقين 19 لهذا العام 485 طالبا وطالبة من مختلف المراحل الدراسية. عدد المنح الدراسية للطلبة حديثي التخرج للأعوام الدراسية 2023-2024 65 منحة دراسية. عدد البعثات للطلبة المكفولين للعام الدراسي 2023-2024 50 بعثة دراسية. عدد مقاعد الروضات التعليمية للأيتام المكفولين لهذا العام 30 مقعداً. مشاهدينا تفاصيل أكثر مع ضيفنا الكريم في الاستديو الأستاذ بدر علي قنبر مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. يا هلا ويا مرحبا فيك، نورتنا. نورت أختي عايشة، ونشكركم دائما على استضافتكم واهتمامكم ببرنامج المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. شكرا لك أستاذ على الحضور، وفعلا يعني المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تقوم بالكثير من الأمور الطيبة والخيرة لأبنائها الأيتام والمكفولين، واحنا دورنا استاذ ان احنا نسلط الضوء اكثر ونعرف السادة المشاهدين على هذه الاعمال الطيبة اللي تقومون فيها. ما تقصرون، بارك الله فيك. يعني بداية استاذ، كيف تثمن حرص جلالة الملك المعظم الله يحفظه للابناء الايتام ورعايته السامية للايتام ايضا، بحيث ان هم ينالون التعليم وتكون عندهم حياة كريمة في شتى المجالات وخصوصا في المجال التعليمي؟ طبعا اختي عايشة، المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية انا اسميه قصة نجاح حقيقية. نعم. اسس هذه القصة بكل احترافية وتقدير وامتياز صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. نعم. ملك بلاد المعظم، الرئيس الفخر للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. في 2001 انطلقت هذه المؤسسة ببرامجها المختلفة حقيقة، وكل واحد يعمل في هذه المؤسسة حقيقة يعرف ماذا تقدم هذه المؤسسة. صحيح. وكل مستفيد يستفيد من خدمات هذه المؤسسة يعرف حجم الامتياز وحجم الإنجازات الكبيرة التي تقدمها هذه المؤسسة بتوجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم. نعم. طبعا الملك حمد الله يحفظه، وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. نعم. احنا استطعنا أن نتقدم خطوات جميلة للأمام، وبخاصة في حقل الرعاية التعليمية، لأن تعرفين اختي عايشة التعليم هو أساس نجاح أي مشروعات وأي تميز في عملك وفي خطوات المسير. هو قطار قاعد يمشي في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وإحنا بكل يعني فخر ندير هذا القطار بإشراف وتوجيهات سمو الشيخ ناصر وبتوجيهات سيدي صاحب الجلالة الله يحفظه. وهذه التوجيهات السامية وهذه البرامج وهذا التعليم هو بالفعل يعني نقطة مضيئة في يعني تطوير مؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ووصولها لهذه المراتب المتقدمة. لذلك احنا في كل مرة نطرح برنامج جديد، وفي كل مرة نخطو خطوات جديدة من أجل أن احنا نفيد أهل البحرين ونفيد الفئات المستفيدة، وبخاصة يعني اللي بدأنا من خلالها الأيتام والأرامل، ثم بدأنا نتوسع أكثر وأكثر من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجيات وهذا التوجيه الملك الكريم. فنحن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لسيدي صاحب الجلالة ولسمو الشيخ ناصر اللي بالفعل معطينا الثقة الكبيرة من خلال قيادة دكتور مصطفى السيد وإدارة التنفيذية وجميع العاملين. استطعنا من خلال هذه الثقة أن نتطور إلى الأمام وأن ننفذ العديد من البرامج المتميزة. نعم بالتأكيد، احنا راح نواصل الحديث معك أستاذ ونتكلم عن البرامج الجديدة المتميزة اللي قمتوا بطرحها مؤخرا، لكن لو نتكلم عن بعثات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وخصوصا للمكفولين بها. طبعا اختي عايشة، البعثات الدراسية الخاصة بالأيتام، أيتام مؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مكفولين، طبعا مؤسسة ترعى ما لا يقل عن 11,000 يتيم وأرملة. ما شاء الله. انطلقت طبعا مثل ما قلت لك بتأسيس هذه المؤسسة في 2001، وبعد ذلك
وبتوجيهات سيدي صاحب الجلالة تم استحداث 50 بعثة دراسية سنوية للأيتام المكفولين. طبعا بحمد الله عز وجل وتوفيقه حتى هذا العام ومع التوجيهات ومع التطوير القائم في الرعاية التعليمية استطعنا يعني أن نفيد ما لا يقل عن 1279 يتيم حتى الآن، تخرجوا منهم عدد كبير. يمكن التقرير اللي حطيته أعتقد يكفي يوفي، ما أريد مرة ثانية نحن نستعرض الأرقام، ولكن الأرقام جميلة جدا. أغلب الناس اللي تخرجوا الآن تبوأوا مناصب في البلد واشتغلوا وتوظفوا فضل الله عز وجل، ثم فضل توجيهات سيدي صاحب الجلالة. بالفعل هذا البرنامج مستمر من 2004 واستفاد منه هذا العدد الكبير من الأيتام المكفولين لدى مؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. إضافة إلى هذه البعثات أيضا لدينا برامج مرافقة من خلال الورش والتدريب التعليمية، ورش تدريبية تعليمية الخاصة بالأيتام المكفولين. إحنا نتابعهم ويعني نتابع تميزهم في التعليم ونتابع دراستهم، وكذلك نقيم لهم الورش التي من أجلها يستطيع الطالب أن يتقدم في تعليمه ويتهيأ لدراسة جامعية متميزة. نعم بالتأكيد. طيب إحنا بنتكلم عن البرنامج الحديث اللي تم طرحه مؤخرا اللي هو تميز، حدثنا عنه أكثر أستاذ، وحدثنا أيضا عن أهداف هذا البرنامج. نسمينا تميز لأن المؤسسة الملكية متميزة. نعم بالتأكيد. ومتميزة حقيقة في مجال التعليم، ولأن كلمة تميز هي تدل دائما على الإيجابية وعلى التفاؤل وعلى المزيد من النجاح في حياة الإنسان. نعم. نعطي الطالب فرصة أنه يتقدم أكثر وأكثر. برنامج تميز يأتي امتدادا مثل ما يعني قلت قبل قليل لمشروع البعثات الدراسية للأيتام. طرحنا هذا البرنامج وفقا لاستراتيجية المؤسسة المعتمدة من قبل مجلس الأمناء وسمو الشيخ ناصر. نتطرق من خلال هذا البرنامج إلى تعليم أكبر عدد ممكن من الشباب البحريني من الأسر التي لا تستطيع أن توفر هذا الدعم لأبنائها من أجل مواصلة التعليم. هذا البرنامج يعني يأتي امتداداً للشراكة المجتمعية وامتداداً لدعم مؤسسات المجتمع لهذا التعليم، لأن احنا بالفعل نستطيع من خلال هذا البرنامج أن نوفر عدد كبير من أبناء البحرين يتميزون ويتفاعلون ووصلوا دراستهم من أجل خدمة هذا الوطن ومن أجل نهضة هذا الوطن. فبرنامج التميز هو بالفعل يعني يعطي تميز كبير للطالب من خلال يعني قدرته على مواصلة التعليم وخدمة البحرين. نعم ما شاء الله، إن شاء الله هذا البرنامج يعني يكفل العديد من المتميزين مثل ما قلت، يعني نعم. اسم على مسمى. طيب لو نتكلم عن شروط الاستحقاق للبرنامج وعدد البعثات اللي راح يتم طرحها في البرنامج. طبعا البرنامج المنح أو برنامج تميز للمنح الدراسية احنا يعني بدينا خلاص مثل ما تفضل سمو الدكتور مصطفى السيد. نعم. يعني قبل ايام كان له حديث مع في نشرة الاخبار عن هذا البرنامج. نعم. وقال ان عدد 50، والله الحمد احنا قاعدين يوم عن يوم يزيد العدد، وصلنا الان 65، لان في مؤسسات كثير تسمع عن البرنامج وتحب ان تنضم اليه وتدعم العدد اكبر من ابناء يعني البحرين من أجل الاستفادة من هذا البرنامج. لحنا يأتي يعني مستكملاً للعديد البرامج التعليمية التي تنظمها مؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. طبعاً شروط الاستحقاق لهذا البرنامج، طبعاً احنا بدأنا في التسجيل من خلال أسبوع واحد أختي عايشة من السبت اللي راح، وينتهي التسجيل يوم غد الخميس. طبعاً عدد كبير وأقبال كبير من المستفيدين على هذا البرنامج اللي بالفعل احنا بدأنا فيه من خلال التسجيل الإلكتروني من خلال موقع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وبدأ الفريق العمل الباحثين يشتغلون على الطلبات ودراستهم. طبعا الشروط، أهم هذه الشروط، أن الطالب يكون من حديث التخرج من خلال العام الدراسي المنصرم اللي هو 2023 بيكونوا يدرسون حق العام الدراسي المقبل 2023-2024، وايضا يكون حاصل عن ما لا يقل عن 80% المعدل ولا يتجاوز 89، على اساس ان احنا نكمل ما تقوم به وزاره التربيه والتعليم بتعطي منح دراسيه وبعثات لمعدل 90 فما فوق. ايضا يكون دارسا في احدى الجامعات المحليه، جامعه البحرين او بوليتكنيك البحرين او كليه العلوم الصحيه، وايضا يكون حاصل على قبول في الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الجديد. كل هذه الشروط، في فريق متخصص يقوم بدراسة هذه الشروط، وأيضا يقوم بدراسة المستوى المعيشي للأسرة عشان نعطي كافة المستحقين
من خلال أولوية يعني المعدلات التخرج من المرحلة الثانوية، وأيضا ندرس حالة يعني المعيشية للأسرة، وبعد ذلك نختار بحسب المعدلات وبحسب المستوى المعيشي لهذه المنح المستحقة. نعم أستاذ، هناك حفل سنوي تقومون فيه ما شاء الله عليكم للمتفوقين، نبي نتكلم عن الحفل اللي راح تقومون فيه هالسنة وشنو اللي يميزه عن السنوات السابقة؟ طبعا حفل المتفوقين أختي عائشة هي فرحة، ولله الحمد احنا 19 سنة حفل 19 الآن راح ننظمه، ويقام برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة. هذا الحفل السنوي نقيمه، وبالفعل الأعداد في تزايد. السنة يعني تقريبا وصل العدد 485 متفوق متفوقة من أبناء المؤسسة المكفولين وغير مكفولين والأيتام. وهذا الحفل حقيقة له استعدادات كثيرة، وراح نقيمه إن شاء الله مع نهاية شهر سبتمبر برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. وهذا الحفل يعني للحاصلين على نسبة 95% فما فوق من المتفوقين من أبناء المؤسسة من العام الماضي. فيقام هذا الحفل ببهجة وسرور وفرح حقيقة، ونقوم أيضا بتكريم المتفوقين وإعطائهم بعض الهدايا الخاصة اللي من خلالها نشجعهم على مواصلة التميز. نرجع كلمة تميز، لأن هي التميز بالفعل، ولدينا جائزة خاصة في الحفل اسمها جائزة المؤسسة للتميز الدراسي، من أجل نحن نكرم أفضل يعني المتميزين في كل مرحلة دراسية، ثانوي جامعة ومرحلة الإعدادية ومرحلة الابتدائية، نكرمهم هذا خلال هذا الحفل. وهذا الحفل إن شاء الله بيكون يعني سمته جدا جميل. طب يعني بعد هذه دافع للطلبة المكفولين من قبل المؤسسة ان هم يتميزون في تعليمهم، لان في جهة تدعمهم، في جهة تنتظر ان هم يتميزون علشان تحتوي هذا التميز. نعم، دائما التشجيع اختي عائشة هو مدعاة للفخر ومدعاة ان الواحد يتطور اكثر، اذا ما في تشجيع يظل مكانه. فاحنا دائما مبنينا التشجيع ودعم الطلبة من أجل يتميزون أكثر في دراستهم ويحصلون على تعليم أفضل. يعني ما شاء الله عليكم أستاذ، أنتم مو بس تشجعونهم في هذا المجال، أيضا تحاولون أن أنت وتوفرون لهم بعض الدورات وبعض الأمور حتى الأنشطة الترفيهية اللي يتميزون بعد. نرجع لكلمة تميز، يتميزون في مجالات أخرى بعد. صحيح صحيح، يعني ما شاء الله نشاتي فيكم مجروحة. والحين أستاذ راح تبتدي المدارس على الأبواب، حدثنا عن الحقيبة المدرسية. الحقيبة المدرسية أيضا من المشاريع نقول اللي استطاعت أن تتميز، أن تواصل تقديم يعني أثرها في المجتمع. نعم. وأثرها للأرامل والأيتام حقيقة. هذا الدعم الموجود أيضا من توجيهات يعني صاحب الجلالة ومن سمو الشيخ ناصر، نحن نستمر في توفير جزء من مبلغ الحقيبة المدرسية. نحن نعرف أن تكاليف المعيشية كثيرة ومتعددة، فإحنا نعين الأسر من خلال توفير هذا المبلغ. والحمد لله قبل أيام أختي عائشة حولنا المبلغ. طبعا إحنا نحافظ على كرامة الأرامل والأيتام، ما نجيبهم نقول لهم في حقيبة وخذوا قلم ومسطرة، لا. نعم. نحول لهم المبالغ من خلال الحسابات البنكية، تم إيداع المبالغ في الحسابات، وتقوم الأم يعني شراء ما يعني مستلزمات الدراسة لأبنائها الطلبة. نعم. فالحمد لله قبل أيام تم توفير هذا المبلغ وإيداعه في الحسابات حتى نستطيع أن نوفر جزء من تكاليف توفير الحقيبة المدرسية قبل بدء العام الدراسي الجديد. نعم، يعني ما شاء الله عليكم عندكم مشاريع كثيرة أستاذ تقومون فيها، لكن حدثنا عن مشروع المدارس الخاصة وأيضا الروضات. مدارس الخاصة أيضا من المشاريع الرائدة يعني والروضات التعليمية اللي بالفعل بدأنا فيها منذ سنوات طويلة وما زالت تؤتي ثمارها اليانعة حقيقة. طبعا هذا المشروع يمكن استفاد منه ما لا يقل حتى الآن عن 378 طالب وطالبة بمشاركة 26 مدرسة خاصة. ما شاء الله، يعني هذه المدارس الخاصة قبل أعطتنا مقاعد مجانية ضمن مشروع اسمه مشروع أصدقاء اليتيم للرعاية التعليمية. الحمد لله، وبالله الحمد عدد كبير منهم تخرجوا. وأكبر مشروع عندنا أختي عائشة هو مشروع بنك إثمار حقيقة، لازم أنا يعني أتطرق إليه لأنه مشروع رائع الحقيقة، في دعم 18 طالب في مدارس الخاصة في مدرسة النسيم بصورة خاصة، ودعم 30 طالب مع الجامعة الأهلية اللي مشكورة تعطينا تخفيض مستمر بمقدار 50% لكل طالب جامعي. طبعا بنك الثمار لله الحمد هاي العدد 18 طالب
من الصف الأول إلى المرحلة الجامعية، الآن تخرجوا خلاص. نعم العام كان عندنا آخر دفعة من هذا المشروع الرائد، لله الحمد تخرجوا كامل من الصف الأول إلى توجيه بدعم هذا البنك وبالدراسة في المدارس الخاصة. أيضا عندنا من المدارس اللي مستمرة معنا مدرسة عبد الرحمن كونو. نعم. الوجيه عبد الرحمن كونو الله يرحمه منذ في حياته أوصى من تكون هناك مقعدين سنويين للأيتام مؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. الحمد لله الآن وصلوا العدد 23 طالب، كل سنة يعطونا مقعدين يدرسون، نختار يعني طالب الأيتام حسب معايير محددة وشروط محددة تحددها المدرسة، يصير لها اختبارات ويتم قبولهم. طبعا هذا المشروع يأتي متزامنا مع التعليم الحكومي والتعليم المدارس الخاصة، كلها تأتي من خلال التميز اللي احنا نتطرق إليه من خلال شراكات مجتمعية متعددة، من خلال توجيهات سمو الشيخ ناصر اللي بالفعل يعطينا الدافع الأكبر نحن نكون متميزين في الدعم التعليم. التعليم أريد أقول أختي عائشة هو أساس، بدون تعليم وبدون خبرة لا يستطيع الإنسان أن يتميز في حياته. حلو جميل أستاذ، يعني كيف راح ينمي هذا هذه الشراكات اللي تقومون فيها، وأيضا يعني هناك عدة جهات قاعدة تدعم هذا الموضوع، كيف راح ينمي هذا الشيء الشراكة المجتمعية في مجتمعنا الغالي مملكة البحرين؟ طبعا الشيخة عائشة بدون شراكة اجتماعية وبدون تحمل مؤسسات المجتمع لمسؤوليتها لا نستطيع أن نتقدم خطوات كثيرة. حقيقة هناك دعم كبير من الحكومة الرشيدة ومن سمو الشيخ ناصر ومن سيدي صاحب الجلالة وسمو ولي العهد الله يحفظهم، دعم للبرامج المختلفة في البلد وللتعليم بصورة خاصة، ولكن نحن يعني نريد أيضا الشراكات هذه تتفاعل بصورة كبيرة من خلال البرامج المختلفة بصورة خاصة التعليم. أنا أعتقد التعليم مهم جدا ان احنا نكفل، يعني قلنا تكلفه طالب المنحه الدراسيه 2500 دينار. نعم. فيستطيع من خلال ان يدرس في جامعه البحرين او جامعه البوليتكنيك او كليه العلوم الصحيه تعليم الحكومي. نعم. فها اعتقد مبالغ يعني بسيطه في حجم الاعمال اللي تقوم بها المؤسسه بصوره خاصه. صح. فنريد ان الجميع يتفاعل مثل مع هذه المشاريع، مشاريع التعليمية بصورة خاصة، سواء في دعم طلبة الروضات أو دعم مدارس خاصة أو دعم اللي هو المنح الدراسية والبعثات الدراسية للأيتام والأرامل ولأبناء بقية الأسر اللي لا يستطيعون توفير المبالغ يعني البسيطة من أجل دعم يعني أبنائهم بمواصلة التعليم. فالشراكة المجتمعية مطلوبة، وأنا من خلال يعني هذا المنبر ومن خلال تلفزيون البحرين ندعو الجميع أن يكون فاعلا في تقديم المنح الدراسية وفي دعم مثل هذه المشاريع الرائدة. كلنا نكمل بعضنا البعض، مؤسسة الملكية هي أساس العمل الإنساني وهي مظلة العمل الإنساني في البحرين بقيادة سيدي صاحب الجلالة وسمو الشيخ ناصر وجميع الجمعيات وجميع المؤسسات والهيئات الإنسانية بصورة خاصة، يجب أن تدعم مثل هذه المشاريع. نحن نكمل بعضنا البعض، في الأخير نفخر بوجود شباب متميز يخدم البحرين، هدفنا جميعا خدمة البحرين. نعم. ونكون البحرين أولا ونكون ضمن فريق عمل البحرين. نعم. بالفعل نفخر أن نكون إحنا أعضاء في هذا الفريق نخدم البحرين في كل مواضع العمل. إحنا في المؤسسة الملكية أختي عائشة، يعني قبل ما أخلص هذه النقطة، إحنا في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية نفخر بوجودنا في هذه المؤسسة تحت قيادة يعني سمو الشيخ ناصر، نفخر نحن نقوم بالعمل الإنساني، نفخر إن إحنا بكل يوم نصحو بأمل جديد وبإشراقة جديدة ونصحو بإنجازات جديدة، مبادرات جديدة، نصحو بأفكار نقدمها لإدارة المؤسسة اللي هي ما تقصر بالفعل، دائما يعني تدعونا إلى ممارسة هذه الثقة وممارسة يعني تقديم المزيد من المبادرات والأفكار. سمو الشيخ ناصر كنت أنا جالس في إحدى اجتماعات مجلس الأمناء كان يدعو إلى تقديم العديد من الأفكار الجديدة التي من شأنها تطوير العمل الإنساني في مملكة البحرين وبصورة خاصة المؤسسة الملكية. نحن نتميز ونتطور وأيضا نطمح نتطور أكثر، هذه ميزة الإنسان. صح. مهما قدمنا من أعمال جديدة فسنظل نقدم المزيد، نحن بالفعل يجب أن نشرف سيدي جلالة الملك ونفخر بهذه الرعاية الملكية
المتميزة، وأيضا دعم سمو الشيخ ناصر لها. يعني إحنا نفخر بجهودكم اللي تقومون فيها لجميع المكفولين في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأيضا سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. يعني جهود كبيرة تقومون فيها تحت هذه المظلة العظيمة، خلينا نقول لجميع المكفولين في المؤسسة. ومثل ما ذكرت أستاذ أن التعليم هو بوابة لجميع المجالات، وهو من خلال هذا التعليم احنا نعلم عيالنا وبناتنا. ليش؟ لأن نبي هذا الوطن يكون في أعلى المراتب، وأنتم تقومون بجهود كبيرة في هذا المجال، مشكورين عليها أستاذ. وإن شاء الله نشوف أعمال جديدة ومشاريع جديدة تقومون فيها في هذا المجال. مشكور أختي عايشة على هذا اللقاء الجميل بالفعل، ما أعطيتيني فرصة أتكلم وعطتنا مجال نحن يعني ناخذ ونعطي. أنا أسميها اللقاءات هي شعبية، أخذ ورد وعطاء، نحن نوضح الصورة، نبرز إنجازات بالفعل. يعني البعض ما يعرف حقيقة إلا إذا جرب منها كثير. نعم. بيت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بيت صغير ولكن قاعد يدير حجم كبير. تصوري أنت عندك 11,000 يتيم أرم الله، تصوري أنت عندك مساعدات إنسانية تقدمينها بعدد كبير من المتقدمين لها، تصوري أن أنت كل مرة تطرحين مبادرة جديدة، تصوري أن أنت كل مرة تطرحين مشروع جديد. في الأخير إحنا من أجل البحرين. نعم. نكون إن شاء الله عناصر فاعلة في خدمة العمل الإنساني. وانتو خير مثال. كل الشكر لكم والتقدير. شكرا لك أستاذ لوجودك اليوم معنا نورتنا. شكرا لك. مزيد من السعادة والتوفيق. شكرا لك أستاذ. شكرا لك. مشاهدينا بنطلع فاصل قصير، من بعدها نعاود، لا تروحون بعيد. مشاهدينا احتفلت منظمة الصحة العالمية من خلال مكاتبها في البحرين في مجال الصحة العامة، واختارتهم أبطالا للبحرين في ذكراها السنوي 75. فالحديث أكثر حول موضوع الخير معانا في الاستديو أحد أبطال الصحة العامة دكتورة أمل الجودر. صبحت الله بالخير ونورتينا. صبحت الله بالخير أختي عايشة، وصباح الخير للمشاهدين والمشاهدات الكرام، ويوم جميل بإذن الله على الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك لحضورك ويانا اليوم دكتورة في الاستديو. لو نتكلم عن أهداف منظمة الصحة العالمية. قبل لا أتكلم عن الأهداف من هذه الأبطال، خليني أشرح شنو هذه المبادرة. تفضلي. مبادرة أبطال الصحة هي مبادرة طلعت من المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط بمناسبة مرور 75 عام على ذكرى إنشاء منظمة الصحة العالمية. نعم. ولكن تم اعتمادها من المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، فهي يعني المبادرة مختصة بإقليم البحر المتوسط. وهذا شيء احنا نفتخر فيه، ان ايضا يعني اقليمنا هو اللي ابتدى بهذه المبادرة. وشيء ثاني اللي ايضا نفتخر فيه كبحرينيين، احنا يعني رقم يعني صقر مساحه مملكه البحرين، لكنها لانها غنيه بثروتها البشريه اللي دائما يعني نراهن عليها. البحرين الصغيره في حجمها الكبيره في مواردها البشريه اختارت 3 أبطال. نعم. في حين ان مثلا جمهوريه مصر العربيه على كبر مساحتها اختاروا بطله اللي هي الاستاذه نجوى قراب، وهي بطلة سباحة. نعم. عمرها الآن 80 سنة. ما شاء الله. ولما كان عمرها يعني عقب التقاعد 68 سنة حازت على ميدالية ذهبية. في العراق مثلا اختاروا فنان موسيقار ناصر اسمه، وهذه أيضا لا يستخدم الفن في السلام. المملكة الأردنية الهاشمية اختارت الأميرة منى الحسين والدة جلالة الملك. نعم. لكن نشوف البحرين قدمت 3 أسماء وتموا الموافقة عليهم، اللي هو لي الشرف والفخر أن نكون واحدة منهم، لكن أيضا معاي الأستاذ عباس المساوي، وهو طبعا فنان معروف مو بس في البحرين على مستوى العالم، وله أنشطة ومبادرات السلام شارك فيها في, في, في نيويورك في الأمم المتحدة في مجالات كثيرة، فهو من مناصري السلام والبيئة.
ومعنا ايضا البطله الثالثه اللي هي ربا العمري وهي ايضا من اصحاب الهمم، وحازت على ميداليات وحتى تصنف اذا انا مو غلطان السابعه عالميا في مجال الرمي القرص. نعم. في مع الكراسي المتحركه. فنشوف احنا يعني ابطال البحرين في خليط بين اصحاب الهمم، بين الفنان، وبين اني انا العبد الفقيره الى الله اني كان لي مجال في الصحه وما زلت مواصله المسيره بالرقم من اني عقب تقاعدي. على نعم. هالاساس انهم شافوا ان هذين يعني هذين لهم الابطال ذين سواء كنا احنا في البحرين او في باقي الدول كلهم لهم دور وممكن يقومون بدور يعني ملهم حق نعم. الناس محفز. لما انا اشوف واحده مثلا زي حالاتي مثلا عقب التقاعد عدت الستين وما زالت ان هي تعطي وتمارس وتسوي، او ان واحده فوق الثمانين وما زالت تشتغل، او ان الاميره منى فوق يعني والده جلاله الملك ان هي لها مجالات عطائها في التمريض وفي القباله. فنشوف ان يعني هذه ممكن تشكل حق الشخص العادي انه فعلا يعني يبتدي يلتفت الى يعني اهميه الصحه او اهميه حتى جوده الحياه، بس مو بالصحه، لان انا دائما اقول ان الصحه مو كل شيء، لكن كل شيء بدون الصحه ما يسوي شيء. صح اكيد. فالصحه فعلا هي يعني هي مع الانتاج، هي مع العمل، هي مع الحياه، هي مع التفاؤل، هي اللي تعطينا القدره ان احنا نحقق ذاتنا ونحقق اهدافنا ونحقق امالنا. من هذا المنطلق ان جاءت هذه المبادره ان يجيبون الناس من يعني من المجتمعات المحليه في كل بلد بحيث ان يكون لهم دور ويساهمون في إلهام الناس وتحفيزهم على ممارسات الحياة الصحية وأنماط الحياة الصحية. نعم. بس أستاذة لحين ما تحدثنا عن الأهداف، شنو هي أهداف المنظمة العالمية وخصوصا في هذا المجال؟ زين، هي طبعا أهداف المنظمة الصحة العالمية، أو خلينا نقول التحديات، أهم تحدي يواجه منظمة الصحة العالمية هو الأمراض المزمنة غير المعدية. نعم. لما أقول الأمراض المزمنة غير المعدية هي أتكلم عن أمراض القلب، عن السرطان، عن أمراض الجهاز التنفسي المزمن، عن السكري. هذين يشكلون تقريبا يعني لو ينا حق اقليم البحر المتوسط ممكن يشكلون ازيد من 24% كوفيات بسبب هذه الامراض. لو ينا حق اهداف التنميه المستدامه والهدف الثالث تحديدا اللي هو معني بالصحه، يقول ان الهدف الثالث ان التمتع الجميع يعني من جميع الاعمار بانماط حياه صحيه وزين ورفاهيه. زين، هذه الهدف لـ 28 مؤشر. بعض المؤشرات مثل الحين نسبة وفيات الأطفال، نسبة وفيات الأمهات في الحمل أو في النفاس، هاي البحرين حققتها وبزيادة. لكن لما نيجي أحد المؤشرات خفض الوفيات بسبب الأمراض المزمنة غير المعدية. زين، هذه هني الأمم المتحدة ما حطت رقم في هني. هني قالت على أساس أن كل دولة وكل إقليم تحط الرقم اللي يتناسب مع قدراته، بس ان الكل لازم بحلول 2030 انه هو يخفضون هذه الوفيات. للاسف يعني مثلا على سبيل المثال اقليم البحر المتوسط حط ان الوفيات يبي يقللها الى 17.2%. زين، توقعات منظمه الصحه العالميه 2030 ولا دولة في العالم بتوصل للي حطته لهذا الشيء، لأن مشكلة الأمراض المزمنة الغير المعدية إن هي عملية معقدة، لأن فيها سلوكيات. نعم. والناس تعرفين سلوكي، يعني هي مو مثلا عزك الله ماي صحي بجيبه بقضي على الكوليرا، أو مثلا شيء بسويه كبنية تحتية بل حكومة بتتكفل بهذا الشيء بنتهي الموضوع. لا، هي طريقة أكلنا، طريقة حركتنا، تدخيننا، يدخن ما يدخن، هذه كلها الأمور عوامل خطورة حق هذه الأمراض. أيضا بالمقابل تحتاج رعاية متكاملة، تحتاج من فترة يعني السكرينينج أو له الفحص، الاكتشاف المبكر حق هذه الأمراض، بعدين تشخيصهم وعلاجهم في وقت يعني مبكر ومناسب، وبعدين تأهيلهم لما تصيدهم المضاعفات. فعلشان كذي هذه المرض الأمراض المزمنة تشكل أكبر تحدي حق منظمة الصحة العالمية حق العالم كله. نشوف السمنة، طبعا السمنة هي مفتاح حق هذه الأمراض.
والتدخين اثنينهم هم اللي مفتوح، يعني خمول بدني ما في حركة. صحيح. زين، فبالتالي هذه المشاكل فعلا تحتاج إلى، يعني لازم نعتبرها هي قضايا وطنية، مو قضية وزارة الصحة ولا قضية أبطال الصحة وعلي اللي هم مجرد أفراد بعد، إنما قضية البلد ككل. وزارات، مجلس تشريعي يطلع قوانين وأنظمة ولوائح، جمعيات أهلية، إعلام، أسر، يعني إذا ما الكل، يعني 2030 ترى كلها عقب 7 سنين، احنا اوريدي 23 بتخلص كيف الربع الاخير، على الحي قمض وفتح بتلاقي 2030 يات. صحيح. تخيل انه يعني يقول لك، يعني تقول لك المنظمه ولا دوله في العالم بتحقق هذه، يمكن في 2048 نص الدول تقدر تحقق، وان شاء الله نكون احنا دول الخليج ان نكون من هذه الدول اللي تقدر تحقق هذا الشيء. فهذه المساله يعني معقده، مو يعني سهل الكلام وسهل المعلومه، يعني الحين المعلومه خب ما يبي لها شيء، تك تقدرين بطقطقه زر، لكن شلون انا احول هذه المعلومه الى سلوك؟ شلون اقلص الفجوه بين ابي قناعه، ابي دافع، ابي يعني بيئه مسانده، ابي اشياء كثيره لازم تصير، وهذه الاشياء في هذه تقليص الفجوه الفرد عليه شيء، والأسرة عليها شيء، والإعلام عليه شيء، والوزارات عليها شيء. فبالتالي إذا ما كانت في جهود متكاملة ما بنقدر نحقق الصحة، ولا نقدر نحقق أن الكل يتمتع بأهداف صحية ورفاهية. نعم دكتورة، لو نتكلم عن الأسس اللي من خلالها يتم اختيار أبطال منظمة الصحة العالمية. هو طبعا الأسس إنه هو يكونون لازم يكون لهم دور في قضية من قضايا الصحة أو المحددات الاجتماعية للصحة. نعم. مثلا لما تقولين الحين زين السلام شكارة بالصحة، السلام من محددات، يعني أنا أشبه الصحة والمحددات الاجتماعية مثل الشارع. الجذور هي التعليم، الدخل الجيد، البيئة، السلام، السكن الصحي، يعني هذه الأرضية، هذه الجذور الأساس. هذه إذا هذه يعني تحققت الأمن والسلام وبيئة نظيفة وسكن صحي وتوفير خدمات وتعليم ودخل جيد، في الغالب الأعم بيطلع للنساق سلوكيات صحية، لأن في تعليم، في بالتالي بينتج عنها جودة حياة وتنتج عنها الفاكهة أو الثمرة. في المقابل لو كان في جهل، لو كان في فقر، لو كان في بيئة ملوثة، لو كان في حروب، لو كان في يطلع عنها جيل ممكن يحب العنف، تدخين، مخدرات، وبالتالي بتطلع عنها أمراض. صحيح. فإحنا هذه، فلما يكون الشخص هذه لا اهتمامات بالمحددات الاجتماعية للصحة مثل السلام على سبيل المثال، لما يكون مثلا من أصحاب ذوي الهمم لما أنت تشملهم أيضا ويكون لهم دور ويكونون محفزين. أنا لما أشوف شخص يعني على كرسي متحرك ويمارس الرياضة مثلا، وأنا في كامل صحتي وكامل أعضائي، يعني أستحي على وجهي، فلازم أني أقول لا أنا لازم أسوي شيء. فبالتالي هذين ممكن أنهم يشكلون حافز وإلهام حق الآخرين. لما تشوف يعني واحدة مثل ما قلت لك سباحة عمرها 80 سنة يعني ولا الآن تسبح ولا إحنا تشارك، فهذه أمور تخلي الواحد زين إذا هذين قدروا أنا ليش ما أقدر؟ صحيح. فأنا حالي من حالهم، فبالتالي تثيرين هذه الفضول، التحفيز، الإلهام حق هذه الناس الثانيين. طيب دكتورة، ننطلق للحديث عن جائزة مكين، يعني جائزة جديدة ونبي نتكلم عنها ونتطرق لها دكتورة. جائزة مكين هي طبعا الاتحاد العربي للعلوم الإنسانية أطلق جائزة لمكافحة التدخين. نعم. جائزة العربية لمكافحة التدخين. طبعا التدخين ما يخفى على أحد أضراره الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تحديدا. نعم. يعني التدخين من أكبر ملوث حق الهواء ودي، وصادف أن في نوفمبر 2022 صار قمة تغير المناخ في مصر، فهني الاتحاد، وصار التركيز على البيئة وحماية البيئة والآخرة، فهني الاتحاد العربي للتنمية العلوم الإنسانية والتنمية فكروا أنه أوكي خلينا نسوي جائزة عربية لمكافحة التدخين، هم إحنا بيكون لها يعني مردود اقتصادي اجتماعي صحي بيئي،
وبحيث ان يبون يعني هي الجائزه موجهه لافراد ومؤسسات. الهدف الاساسي منها ان انا اثراء المكتبه العربيه، لان المشاركات لازم باللغه العربيه تكون ما عدا البحوث العلميه. فهني لها فروع عديده، ان شاء الله بتكون لي حلقه ثانيه بتكلم بالتفصيل عن هذه الجائزه، بس انما هي جائزه مفتوحه للكل، افراد ومؤسسات. ممكن الواحد يكون المجال سواء كان في فيلم، سواء في دعاية، سواء في برنامج إقلاع عن التدخين، جمعية، مدرسة، كلهم هذين لهم حق أن يدخلون في هاي المسابقة. آخر موعد لاستلام الأعمال 30 نوفمبر، وإن شاء الله الحفل النهائي لتكريم الفائزين على الأسبوع الأخير من ديسمبر. وأنا يعني همي إنه لازم يكون أحد من البحرين بإذن الله أحد يفوز في هذه الجائزة إن شاء الله، ويرفع سواء كانت مدرسة، سواء كانت جمعية، سواء كان طبيب، سواء كان فرد. الشباب ما شاء الله عليهم الحين لهم اللي في التكنولوجيا، ممكن يسوون تطبيق له علاقة بالتدخين، مكافحة التدخين، ممكن يسوون فيلم فيديو ذي. فالمجال مفتوح للكل، انزين كل واحد بابداعاته، وان شاء الله بنتكلم بالتفصيل بعد في حلقه جايه، يمكن ان شاء الله اذا قدرنا الاسبوع الجاي عشان اتكلم بالضبط عن المجالات وعن الفروع الجائزه. يعني ما شاء الله دكتوره يدك في جميع المجالات، وهمك رفع اسم مملكتنا الغاليه في اعلى المناصب. كل شكر لك لوجودك اليوم معنا، وان شاء الله نستضيفك في حلقات قادمه ان شاء الله باذن الله. وشكرا لكم. شكرا لك دكتوره. مشاهدينا، هواية جمع العملات من أقدم الهوايات وأيضاً أمتعها، فكل ممارس لهذه الهواية يكون بين يده كنز أثري وتاريخي ثمين، وهناك من تميز في هذا المجال وأبدع في تقديم المعلومات الخاصة حول العملات بشتى أنواعها. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم من جديد. يعتبر جمع العملات النقدية واحدة من أقدم الهوايات التي تنتشر في جميع دول العالم، ويمارسها أشخاص لهم رغبات متعددة، لكن جميعهم يتعاملون بحب واحترام لهذه العملات، سواء كانت عملات معدنية أو مطبوعات ورقية. بعضهم يعتبرها أعمالاً فنية، وآخرون يعتبرونها استثماراً مثالياً لتحقيق أرباح مادية، ومنهم من يجمعها لشغفه بالتاريخ والثقافات التي تحملها هذه النقود، وآخرون يغمرهم حب لا حدود له تجاهها فيحاولون جمع أكبر عدد منها. وتتوقف قيمة العملة على عاملين: حالتها ومدى سهولة الحصول عليها. وأكثر العملات قيمة هي تلك العملات غير المتداولة والنادرة في نفس الوقت. وفي الخليج عدد كبير من هواة جمع العملات وعشاقها، وبينهم من يمتلك أندر العملات وأكثرها أهمية على مستوى العالم. تتنوع دوافع جمع العملات، ربما كان الدافع والحافز الأكثر شيوعاً هو الهواية، وهو جمع العملات للمتعة البحتة ولا يوجد نية الربح. هذا ينطبق بشكل خاص على الهواة الذين يجمعون المواد على أساس الفرص والمصالح الشخصية. ومن أشهر هواة جميع العملات في العالم الملك فاروق. رجعنا لكم مشاهدين من بعد الفاصل، وراح نستمر للحديث مع ضيفنا حول هواية جمع العملات. يعني أستاذ، لو نتكلم عن أكثر العملات اللي أنت تحرص أن تكون عندك. أنا اهتمامي أكثر بالعملات اللي تم تداولها في منطقة الأندلس، أو نعم، اللي هي أسبانيا والبرتغال حالياً. حلو. وشمال العربي اللي هو في المغرب العربي، اللي هي المغرب والجزائر وتونس. كانت دي المنطقة يعني تحت حكم المسلمين في فترة من الفترات، وحكموها الدولة الأموية وبعدين ملوك الطوائف والمرابطين والموحدين، نهاية بمملكة بنو الأحمر اللي هي آخر مملكة، واللي طلعوا سنة 1492 ميلادية. نعم.
طيب لو تروينا شوي منهم استاذ، يعني ما شاء الله مشاهدينا عندنا عملات كثيرة في كنز عندنا في الاستديو. هذه مثلا هذه عملة حق الدولة الأموية، اي اذا ممكن حتى اطلعها. هذه حق الأمويين في الأندلس. طبعا عملات الأندلس الأموية هاي حق هشام بن عبد الملك، هذه حق في سنة 106 هجرية. حلو حلو. هاي عملات الأندلس الأموية وايد صعب تحصلينها الحين، ما ادري اذا هي تطلع أي او لا. موجودة وايد صعب في الهواء، جدا صعبين يعني، بروحي قاعد ادورهم يعني احصل صعوبة جدا. يعني استاذ انت عندك بعد حاب انه يكون عندك اكثر؟ اي ترى في مجموعة يعني كذا حاكم حق حكم من الأمويين في الأندلس، ف انك تحصلين حق الحكام نفسهم صعب وايد يعني، مع انه هو لو ترجعين حق المراجع يكتبون نادر، بس انا اللي اشوفه لا، يعني هو يمكن نادر جدا او اكثر من نادر ان انت تحصل، لان الندره يعني تحدد بمدى قدرتك على الحصول على عمله معينه خلال فتره معينه. صحيح. فاذا طالت ذي الفتره معناتها لا، هي مو نادره، هي نادره جدا. فيعني هاي العملات هذه صعب تحصلينها. والعملات الثانيه اللي عندك استاذ؟ هذه مثلا عمله حق الامويين عقب سقوط الدوله الامويه في المشرق بعد ما العباسيين انهوا حكم الامويين في سنه 132 هجريه، انتقلوا الامويين بعدين الى الاندلس. حلو. عبد الرحمن الناصر، فهذه حق هشام المؤيد بالله، فسنة 391 مكتوب عليها الأندلس. والزين المميز فيها نظافتها، عادة دراهم الأمويين تكون يعني شوية دامجت، إيه؟ اللي هو في الأندلس تكون دامجت عادة، خصوصا الأمويين في الأندلس، فهاي مميز فيها أنها نظيفة تقدرين تقرين عليها بشكل واضح. حلو. فأيضا عندي إذا بغي في وقت على في مجال. تفضل تفضل. أيضا هذه مثلا فلس أنا شريتها، هذه مال حملة طارق بن زياد اللي هم افتحوا الأندلس. فيعني دي الفلس غير منشور، غير موجود حتى في المراجع، أنا حتى عرضتها على بعد خبراء يعني اللي هم علوم المسكوكات، ما قدروا يحددون، بس كل اللي قدروا قالوا ان هذا فلس من حملة طارق بن زياد اللي افتح. انا صادني فضول ابي اشوفه اذا تسمح لي. إيه؟ بس ابي اشوفه. خله هو فيه بس. إيه؟ سمعت عن طارق بن زياد؟ لان حسيته وايد قديم. ايه 112 إيه هجريه ما شاء الله، وايد قديم. هذه فلس هاي لونه صاير كذي لان نحاس، النحاس مع مكتوب عليه محمد رسول الله. ايه ما في ذا يبين ولا لا، بس مكتوب عليه محمد رسول الله. طيب قدرت تقرينه؟ ها اي قدرت ترى، مو اي واحد يقرا ترى. طيب انا ساعات اروي حق الناس ما يقرون لا واضح واضح. طيب استاذ، يعني مع وجود المزادات يعني هات فتره صار في كثير من المزادات وتم عرض الكثير من العملات القديمه، لكن اتوقع انت عندك عملات جدا قديمه انا ما شفتها في المزادات. طيب كيف تشوف المجتمع البحريني؟ هل تشوف انه هو يعني صار عنده انفتاح اكثر في موضوع العملات وقاعد يتشجع ويشتري عملات قديمه؟ اي اخر سنتين نعم. للاسف يعني احنا عندنا اخواننا في الخليج مثل الكويت والسعوديه سبقونا، يعني المجتمع السعودي والمجتمع الكويتي والمجتمع الاماراتي وايضا في قطر سبقونا في هذه الهوايه. صحيح. فيعني انا اللي اعرفهم معظم اللي انا اعرفهم من الهواء من السعوديه ومن الكويت ومن قطر، هاي معظمهم. بحرين جدا عدد قليل. صحيح. فبدات الهوايه في البحرين الحين تبتدي، انا اشوف بديت الاحظ انه بداوا يقتنون. فالفكره انت لما تقتني لازم تعرف ليش تقتني، لان صحيح. في النهايه انت بتحط مبلغ معين في هذه القطعه، بعضهم يقتني انه هو يفكر يعودها يبيعها بعدين، وهي صحيح. نعم. بعضهم لا يقتني حق التاريخ. نعم. فبعضهم لا الاثنين، تشوفينا يشتري ويبيع على اساس من البيع يقدر يشتري مثلا اشياء ثانيه. حلو. او اندر، لان حلو. انت اذا دشيتي في الهوايه بحرها غزير. في عملات رخيصه، في عملات غاليه، في عملات فوق 1000 دينار، في عملات ما شاء الله، اي في عملات ب 10000، في عملات ب 140000 دولار، 500000 دولار، ما شاء الله. ففي عملات على 10 دينار، على 5 دينار. أي. فيعتمد على الندره، على الصعوبه، على النظافه. فلذلك يعني انا بالعكس انا اشجع
بس لازم تحب التاريخ. إذا أنت ما تحب التاريخ لا يعني لا تقتني. بالضبط. يعني لأن هذا فيها شغف. إذا هذا الشغف مو موجود عندك دي الهواية ما تصير صوب، وحالها حال أي هواية ثانية مثل الطوابع أو مثل كرة القدم أو كرة السلة، لازم يكون عندك الشغف. جميل. طيب أستاذ، شنو المهارات اللي اكتسبتها من خلال هذه الهواية وجمع العملات؟ في البداية من ناحية العملات اكتسبت يعني مهارة، قدرت يعني أعرف مثلا طريقة فكل الخطوط، يعني هذه قدرت الحمد لله مع الوقت في البداية لأنه صعب. تجين تسألين شنو مكتوب وشنو هذه؟ إيش رأيك فيني دقيقة واحدة؟ إيه أقول لك إيه، يعني استغربت أنا، أنا قلت يمكن أنت من قبل عندك أو شيء. لا لا أنا يعني إيه عارفة شوية أحلل الكلام. إيه مو أي واحد يقدر يقرأ يعني، فاستغربت قلت يمكن عندك أنت. المهم ففك الخط صعب في البداية، بعدين اكتشفت بإمكانك تميزين أحيانا إذا كانت مزورة أو أصلية مع الوقت. بعدين ساعات في اشياء تكتشفينها بعد غير موجوده، يعني مثل هذا اللي عندك غير موجود في المراجع. حلو. فاكتشاف قطع جديده ممكن يغير في التاريخ، اكتشاف قطع جديده يمكن يغير حتى في التاريخ، يغير في نصوص التاريخ. غير المهارات اللي انت تكتسبينها من خلال معرفه احداث الدول، ليش الدوله دي اسقطت، ليش هالدوله قامت، ليش هذا خسر، ليش هذا فاز. فالأشياء يعني التاريخ، يعني الأخطاء اللي صارت في التاريخ أنت ممكن بعدين مستقبلاً تتجنبينها. أكيد. من خلال معرفة التاريخ. إحنا بنتكلم أستاذ عن تاريخ مملكتنا الغالية مملكة البحرين. أستاذ، إيش كثر تاريخ مملكتنا مملكة البحرين زاخر بتنوع عملاتها أيضاً. أنت لو تروحين المتحف، في قسم من أقسام المتحف موجود فيه مكتوب على العثور على كنز من العملات موجود في المتحف. هذه للأسف العملة ما شفتها، وهي كانت عملات راجعة حق الإسكندر الأكبر. نعم. وفي البحرين. فهذه يعني تشوفي تاريخنا من وين، غير عندك مال تايلوس، غير عندك مال دلمون. في أيضا لو ترجعين على الكوين أركايز بتشوفين كان في عملتين في البحرين اكتشفوهم في الستينات في منطقة الصخير أثناء تنقيب البترول، كانت عبارة عن أفلاس مكتوب عليها ضربها في البحرين. للأسف ما في إلا قطعتين ومباعوا ومو موجودين في المتحف، ما أعرف عن من، بس موجودة الصور إذا دش على الإنترنت موجودة. فتاريخنا قديم. خاطرك تقتنيهم؟ ما في، وين ما تحصلينهم، حتى لو اقتنيتيهم يعني يمكن نوديهم المتحف يعني. صحيح. خصوصا للشيء اللي له علاقة بتاريخ البحرين يعني حرام واحد يخليه عنده، لأن هاي تاريخ البحرين، فأنت تودي المتحف حتى لو حصلته ودى المتحف على أساس إنه يعني الناس تي وتشوف شوف يعني تاريخنا. وحتى لو واحد بيحصلهم بيحصلهم في الصخير، يعني ما العملات هاي مال البحرين ما بتحصلينها في الكويت، ما بتحصلينها في مثل الإمارات، لازم تحصلينها في البحرين. نعم. يمكن في عملات في الصخير إحنا ما ندري، لأن اللي حصلها واحد كان ينقب عن البترول يعني حملة التنقيب. بعدين البحرين تم تتعامل طبعا عملات اللي موجوده هذه الاسلاميه الامويه والعباسيه. نعم. وقبل الاستقلال كان عندنا الروبيه الهنديه. وبعدين بدا عندنا الاصدار في سنه 1964 اصدار النقد البحريني. حلو حلو، يعني ما شاء الله تاريخ مملكتنا الغاليه تاريخ زاخر بتعدد العملات وتنوعها. يعني استاذ نورتنا وشرفتنا، وما شاء الله يعني عندك عملات جميلة وقديمة وأثرية، يعني أتوقع هذه كنز الواحد يحصل عليه، فيعني أبارك لك هذا الكنز اللي موجود عندك، وإن شاء الله يعني يكون عندك المزيد من العملات مستقبلاً. كل الشكر لك استاذ، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك، ما قصرت. مشاهدينا بكذا نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة ومع السلامة.